روضتنا زي ما عودتكم دايما انه عندنا فعاليات كثير مهمه. شفتوا اليوم قديش هو يوم شيق مع انه يوم متعب وكلنا مضغوطين من ناحية فقط لانه ايام مباركه. ان شاء الله بينعاد عليكم 100 عيد يا رب، انتم هادين البال وصحه جيده. وحنا حبيت اشكر كل واحد فيكم اللي كانها ست او جد وصل او خاله او عمه او اب او ام وصل لهم لهذا المقام الشريف. ونحن شفنا الخلوه، الاولاد بتعرف قوانين الخلوه، في اهالي طلبت منا ولا في حياتها زارت خلوه، وفي اهالي بالفعل هي اول مره بتفوت على خلوه. شفنا اليوم قديش الاماكن المقدسه اللي احنا بنحافظ عليها، ان شاء الله نضلنا نحافظ عليها كل الوقت. انا بشكر كلنا شوي اليوم بفضل ان احنا موجودين في هذا المكان. نعم الفرقتين، الفرقة الأولى راح تحضر علم الدروز اللي نحن هون حاضرين لكم إياه، بس إنها تلونه وتاخذ معاها ذكرى من الأروع اليوم لدقمان إياته. والفرقة الثانية راح تشتغل علم انتصار. قالت إنه علم الأولاد عن علم الدروز استقلت فيها هذا اللون اللي عارفين مين بيعرف شو هذا اللون، إيش بيميز؟ تعرفي رازي؟ روضتنا روضة الريحان، صار لها تقريبا 15 سنة متواجدة في بيت السيد مرزوق قدور. روضتنا في مكان مستأجر أكيد وله احتياجاته، مش روضة مبنية خاصة للمجلس. بتعاني روضتنا من عدة نواقص هرمونيك. السنة الأهالي كثير كانوا متحمسين للفكرة إنه يشتغلوا ويعملوا تغيير في الروضة، في الحمامات، كأنه في خرسينة شغل، في خرسينة في المطبخ، في ساحة الروضة. يعني أنا بحس حالي لما شفتها أنا حسيت حالي إنه أنا مش في الروضة اللي أنا متعودة عليها. حضروا ساحة جميلة جدا، حطوا رمل جديد، نظفوا الساحة، معنا نفس الألعاب ظلت أما بهيئة جديدة. أنا بشكر اللجنة، اللجنة كانت فعالة جدا، وبشكر الأهالي اللي كمان تبرعوا وإجوا ساعدوهم في خلال أسبوعين تقريبا، قلبوا الروضة لروضة أخرى كله من أجل أولادنا. نحن روضتنا كمان صرنا تقريبا سنتين نعمل فرق للروضات، الأهالي بتتقسم لفرق عشان نعرف المحيط في دالة الكرمل. كنا قبل فترة في ستنا سارة وكان كمان لقاء، والأهالي هي اللي برمجت وهي اللي حضرت. اليوم نحن متواجدين في مقام سيدي أبو إبراهيم، كمان الأهالي هي اللي حضرت البرنامج، يعني من تو تدخل الروضة. ونتأمل إنه يكون بعد لقاءات إلنا مثل المكتبة، أيام ترفيهية للأولاد، مكان ترفيهي إذا متواجد في البلد. وأنا بشكر الأهالي وبشكر بعد السنة اللي عن جد مميز، يعني حسينا من أول يوم إحنا أعلنا عن وجود الباعد الموجود عندنا في الروضة قديه متحمس لأفكار جديدة ومتقبل الآراء وكمان متقبل الانتقادات. شكرا لكم. من رسم ورسمها؟ من الرسام اللي اياها ولا برنا قبل صف 12 مين؟ أمير بدرية بجنن، عملنا كثير كثير حلو. هيدي رازي؟ الهدف انه نحط دبق قطن مع دبق ولازم دبق، كل ولد مع لاهي بيجي يدبق، كل الجاني يعني بيدبق. مرحبا، كل عام وانتم بخير لكل اهالي البلد ولجامعه الريحان والاولاد والاهالي. احنا في صف جامعه الريحان صف البنت عم نعمل كثير كثير تطوعات، تطوعنا وعملنا ايام تطوعيه، ظبطنا الجان وكل محتاجاته، نقصنا بعد كم شيء توجهنا للمجلس. انا عادي مريح ابو عنان المريح في لجنه الاهالي في روضة الريحان. نحن موجودين في مقام سيدنا أبو إبراهيم عليه السلام، اللي هو فعالية الأهالي هون، قسم الأهالي عملوا فعالية حلوة كثير، اللي هو مثال لكل الفعاليات عم بتصير في هاي الروضة. إشي واحد بيرفع الراس، كل احترام لكل الأهالي اللي عم تشترك وعم تنجح مثال نجاح هاي الأيامات وهاي الفعاليات. الحقيقة أنا بعتز كثير في الأهالي الموجودين معنا، بعتز في لجنة الأهالي الموجودة معنا اللي دائما تشتغل. كان في يوم تطوع حتى عدة أيام
اللي مر اللي اشتغلوا فيها في الروضة، حكوا قبل كمان الأشياء اللي اشتغلوها. الروضة تغيرت من وجه لوجه ثاني بمناسبة هذا اليوم وهاي الجمعة المباركة اللي جاي علينا. أنا بتوجه لكل أهالي كل عام وانتم بخير، عيد مبارك سعيد، إن شاء الله نلتقي دائما في فعاليات زي هاي، فعاليات حلوة كثير مشان أولادنا مشان أولاد ينبسطوا. كل عام وانتم بخير. مرحلة بأم ليلى في روضة الريحان. احنا اليوم كثير مبسوطين انه واصلين لنا نحس في مناسبة عيدنا لعيد الأضحى، وانا بشكر كثير القيمين على المناسبة هاي، وخاصة المربيات انتصار وداليا، وان شاء الله بنتمنى للجميع كل عام وانتم بألف خير. أنا عواد روج بعد جاني الريحان عند طالما انتصار. أول شيء بدي أقول كل عام وأنتم بخير لجميع الأهالي، شكرا للمعلمة انتصار والمعلمة داليا على اللي بيعملوه بمشي السنة. إحنا قمنا في بعد علشان نجرب نصلح كثير شغلات اللي موجودة في الجان اللي هي اتسخات يكون ميادي. أنا بشكر كثير من الأهالي اللي إجوا ساعدونا أعطوا إيد فيها في شغل الجان. أنا كثير بشكر الأهالي، وأنا لورس زي ما بقولوا جودلك ستيات جودلك مبا. أنا لورس اللي تأخذيف من باقي الهورين، وأنا بشكر بعد مرة الهورين من اللي عملت شغل، وأنا بتمنى إنه باقي الهورين يجوا يعطوا كمان من وقتهم من شان الجان. في المطارات تبعتنا هي أولادنا، كثير بهمني إنه أولادنا يكملوا كل ما شيء مجيء لإلهم. بعد مرة شكرا للجميع، كل عام وانتم بخير.